مبروك. الله يبارك فيك يا رب. شو هالفكرة هاي؟ من محمد. ما خفتي؟ ما توترتي لما قال لك؟ لا لا بالعكس، حلو كثير تكون أول وحدة. محمد، هاي التجربة اللي أنت رح تعملها مع زينة، عرسان تمشي بشوارع عمان بالمدرجات، مشان تحببها بعدين لما بكرة تصيروا تطلعوا مع بعض ولا طبعا هي بتحب البايك أصلا من أول يعني، وهي يعني أنا لما طرحت الفكرة على زينة أول ما طرحت الفكرة وافقت يعني، وما كان عندنا أي مشكلة يعني، رحبت بالفكرة. إن شاء الله بالمستقبل حتخلي أولادك سوق دراجة؟ لا خاف عليهم. جوزك رح تخلي؟ لا هلا خلص آخر مرة بعدين بنتفاهم.